وصفتنا النهاردة وصفة جميلة وهي معروفة عند كل ستات البيوت، وهي قديمة شوية وهم عارفينها بس مش عارف هم مطنشينها ليه، وهي رز بالطماطم. نحط معلقتين زيت، هننزل بخمسين جرام زبدة، وهنحط ربع كيلو رز، هنحط خمسة جرام حبهان، هنحط ثلاث ورقات ورق لورا، هنحط رشة ملح، وهنحط بصلاية سليمة، وهنقلبه لغاية ما يتشوح مع بعض. هننزل بنص كوباية شوربة ونص كوباية عصير طماطم، وهنقلبهم مع بعض، وهننزل بمعلقة صلصة، وهنغطي عليه عشان نكتم ونوطي النار. تعالوا نشوف هنقدمه ازاي مع بعض. دي وصفتنا النهاردة، رز بالطماطم، وإن شاء الله أشوفكم في أطباق جديدة. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.